تسأل فضيلتكم عن تحريك الأصبع في الصلاة أثناء التشهد، هل هو مشروع؟ المشروع للمسلم في التشهد في الصلاة أن يضع يديه على فخذيه وتكون أصابع اليد اليسرى ممدودة متجهة إلى القبلة، وأما اليد اليمنى فإنه يقبض الخيصر والبيصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، يعني يجعلها على شكل حلقة، يجعل رأس الإبهام مع رأس الأصبع الوسطى، وأما السبابة وهي الأصبع التي تلي الإبهام فإنه يرفعها أثناء التشهد إشارة إلى التوحيد، ولذلك تسمى بالسباحة لأنها يشار بها عند التسبيح لله سبحانه وتعالى، فيرفعها في وقت التشهد ويحركها عند الدعاء، يحركها عند الدعاء وعند مرور لفظ الجلالة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.